عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع معالي السيد روبرت فيكو رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا الصديقة، وذلك عبر الاتصال المرئي. خلال الاجتماع أكدت معاليها حرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا الصديقة وفتح آفاق أرحب في مختلف المجالات التنموية والقطاعات الحيوية، ومشيدة بالعلاقات المشتركة الوطيدة وما تحقق من نتائج مثمرة خلال زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية إيطاليا لدعم التعاون التجاري والاستثماري. وأوضحت معاليها أن السجل الحقوقي البحريني يشهد تطورا بارزا ومتميزا في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، كما أن المسيرة الحقوقية البحرينية سجلت إنجازات عديدة وخطوات متقدمة عبر المبادرات والبرامج النوعية في مختلف المستويات. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا الصديقة عن شكره وتقديره لما تحظى به العلاقات البحرينية الإيطالية من دعم واهتمام مستمر من القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين، ومشيدا بجهودها في مكافحة جائحة كورونا، ومثملا دور مجلس النواب البحريني في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.